الظاهرة. قبل قليل فتحت البوابات مشاهدينا الكرام بعد أن تم سحب مجتبي من هذا الشوط، والانطلاقة في هذه اللحظات تشاهدها لرقم واحد متألف، ومن الخارج معايد يحاول الآن في المركز الأول يخطف الصدارة في هذه اللحظات معايد، وكذلك متألف في المركز الثاني من الخارج يشاهد الآن رامع يأتي إلى المركز الثاني وكذلك المركز الرابع لرقم ثمانية راجحية في محاولة للتقدم في هذه اللحظات، مع محاولات الآن لإنذارة في المركز السادس والمركز السابع لرقم اثنين متباين، ولا زالت الصدارة لثلاثة عشر معايد لسعد مرزيق الشيباني في محافظة على المركز الأول. مطاردة تأتي لرامع لأبناء سلطان بن مسلط الأزمع، وكذلك متآلف لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذه اللحظات، وشاهد الدخول لراجحية في المركز الثالث في هذه اللحظات. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة لثلاثة عشر معايد يحافظ متآلف يحاول في المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع محافظة ما شاء الله تبارك الله لمعايد في المركز الأول بكل قوة، وشاهد الآن أيضا المحاولات من البقية، ولكن معايد بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، معايد المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله مع الخيال دي كاسرو من المشاركة الخامسة لي